وكثيرة. خليني أنتقل للسيد الزرجاوي، يعني الكل يعلم أن الانتخابات ما راح تتأجل، لأن يعني بصراحة البعض يطلق منا ومنا أحاديث أن الانتخابات راح تتأجل وتصريحات بنية تأجيل الانتخابات، لكن الانتخابات ما راح تتأجل، وأنا أتحدث من منبرنا أنه ما راح تتأجل وراح تصير يوم 10/10 وراح تمضي، لأن إذا تأجلت راح يكون هناك ربما يعني مصايب ومشاكل اكبر مما راح نشاهدها. تفضل. تحياتي لك ست هيفاء ولضيفيك ولجميع مشاهدي قناتكم الموقره. طبعا مثل ما تعرفون بعد المظاهرات والاحتجاجات الشعبيه التي شهدتها مناطق وسط وجنوب العراق، وكان موقف سماحه السيد مقتدى الصدر اول موقف واول من طالب بالانتخابات المبكره، وكان في 3 تشرين، وطالب في حينها بإقالة الحكومة شلع قلع وانتخابات مبكرة بإشراف أممي. نعم. فهاي سابقة تحسب للتيار الصدري، هاي للتاريخ. التيار الصدري يؤمن بالانتخابات المبكرة، وكان نعم. من المعارضين، كان من المفترض أن تقام في الشهر الرابع وأجلت، ورد عليها سماحة السيد قال أنا أتمنى أن يكون هذا التأجيل الأخير اللي هو على 1/10. نعم. هنالك قوى سياسية مفلسة ليس لديها رصيد شعبي تحاول تأجيل الانتخابات، تحاول عرقلة إجراء هذه الانتخابات والاستفادة من كسب الوقت في محاولة لملمة شتاتها، فلا تمتلك برنامج انتخابي ولا تمتلك مشروع ولا تمتلك خطاب تستطيع به إقناع جماهيرها. وهذه القوى السياسية من مختلف التوجهات، حتى لا نكون أنه إحنا نحددها بجهة معينة، لأن الانتخابات اليوم بأجواء مختلفة. المرجعية شددت وضغطت على ضرورة إجراء الانتخابات، الأمم المتحدة كذلك، مطالب المتظاهرين كانت أولها. لكن اليوم سيد يعني خلي أتحدث بكل صراحة، المتظاهرين يعني تحدثوا بكل صراحة قالوا لك نحن ما راح ندخل الانتخابات لأن هذه الانتخابات ما راح تجيب فتشي، وكان هناك امتعاض من بعض الكتل والأحزاب السياسية اللي اليوم تعمل يعني أو تشتغل على الانتخابات بطريقة غير مهنية وطريقة غير صحيحة بصراحة. نعم، المتظاهرين كما تعلمين هم ينفون أن يكون هنالك ناطق باسمهم أو قيادات لهم، فهم منقسمون ومشتتون، فبعضهم رغب والبعض شكل كيانات انتخابية وسجلت في المفوضية، فحاليا منقسمون. وهذا الانقسام ليس جديد، في كل انتخابات بال18 بال14 بال10 القوى المدنية دائما تختلف، فدائما نراهم منقسمون وقسم يقاطع وقسم لن ننتخب ويرفعون الحملات، فهذا ليس بجديد عليهم. المطلوب من هؤلاء أنه الاستماع إلى صوت العقل، إلى صوت الحكمة، الالتجاء إلى صندوق الاقتراع والتغيير. اليوم إذا أنتم عندكم مشروع تستطيعون فيه إقناع الشعب العراقي وإقناع ناخبيكم، المفروض تنظرون. شاهدوا الأحزاب والكتل أكبر يعني تأثيرها بالعملية السياسية وتأثيرها على أرض الواقع أكبر من صوتهم، وربما يعني وبالتالي يا ستيفا احنا انه انسحبوا، لان المال السياسي يعني بصراحه لا السلاح اللي موجود يلعب دور، يعني انا هذا اللي اشوفه. ست هيفاء، وبالتالي هي هاي اللعبه الديمقراطيه، لا توجد فقره في الدستور ان نسوي كوتا لهؤلاء المتظاهرين ونصعدهم بمقاعد مجانيه. اليوم اذا انت قدرت تمتلك خطاب وقدرت تكسب ناسك وقدرت انه توصل الى حاجاتهم الرئيسيه اكيد راح ينتخبوك. الانتخابات الحاليه بنظامها الجديد، بنظامها العادل، بنظامها يدعم الاصوات المستقله، وحتى الاموال لا ما يحتاج المرشح الى اموال، لانه دائره صغيره بمنطقته يقدر يقنع ناسه ويقدر يقنع اهله ويقدر يحاول انه ينفتح مع الاخرين. التيار الصدري رأيه منذ الأول يوم للمتظاهرين، وكان منسجم مع المتظاهرين في مطالبهم، أما تغيير أمزجة البعض ومحاولة القفز على الأحداث ومحاولة ركوب موجة المقاطعة، لأن المقاطعة عادة الشعب العراقي الجزء الكبير منه يعني يقاطع. شنو تقصد القفز عن الأحداث سيدي؟ شنو تقصد بها القفز عن الأحداث؟ يعني الآن قلت القفز على المطالب، لأنهم هذه ممارسة الهروب إلى الأمام،
تجعلهم يركبون موجة المقاطعة، لأن الشعب العراقي عادة 50% أو 40% أو 60% يقاطع، فيريد يقول لك إحنا حجمنا هؤلاء اللي قاطعوا هو إحنا هذول ممثلين عنهم. فهذا الموضوع لم تعد تنطلي على الشعب العراقي، المتظاهرين والمحتجين والدماء التي سالت يجب أن تكون العنوان الأبرز في تغيير هذه الطبقة السياسية. خلي نشوف رأي سيد مخلف. نعم. خلي ننتقل لسيد مخلف. أعتقدر يعني أو يقدر هذا المواطن البسيط الفقير الفاقد أمنه وخبزه ومستقبله أنه يغير هذه الطبقة السياسية اللي صار لها 18 سنة يعني موجودة ومتجذرة وعندها قاعدة، قاعدة جماهيرية، أنا أقصد قاعدة الأحزاب الجماهيرية اللي هي ثابتة يعني في مقاطعة. هذا حق مشروع ست هيفاء. لا حق مشروع يعني، بس أنا راح أشوف المواطن نطلع قواعدنا ينتخبونهم، إذا ما عندك مانع نطلع ما يخالف. لا خليني أشوف سيد. حياك الله ست. تفضل سيد. حقيقة شوف الكتل السياسية الكبيرة اللي مسيطرة على المشهد السياسي من 2003 ولا زالت هي اللي قاعد تكون صاحبة القرار. وللأمانة الانتخابات ستمضي بتاريخ 10/10، أنا أشاطرك الرأي رغم كل الأصوات اللي تحاول تأجل حتى وصوت الشباب التشريني.